أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لبس النعل إذا كان من جلد النمر؟ لا، كل السباع النمور وغيرها ما يجوز استعمال جلودها لأنها محرمة، نهينا عن جلود السباع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السبع نجس العين، ما يطهره الدباغ، نجس العين مثل جلد الكلب، لو تدبغه الليل والنهار ما يطهر لأنه نجس العين، الثعابين نجسة العين ما يطهرها الدباغ. نعم.